اسمي صيام عبده، شهرتي زازا عجوز، جزار من منطقة السيدة مدح السيدة. فكرة الدار ديت عملتها من سنتين لما لقيت صحاب البيوت حوالين المستشفى بيستغلوا الناس المرضى وبيأجروا لهم بمبالغ عالية، فأنا قلت طب أنا ما أعملش ليه حاجة لوجه الله ومجانا وبدون تبرعات. فخدت الشقة دي ورحت نازل موضبها ورحت فارشها وجبت لها كل حاجة الحمد لله بإيديا. والناس بتيجي من الأقاليم، لأن الناس بتيجي من الأقاليم تعبانة من المواصلات وولادهم بياخدوا جرعات متتالية، فلازم يبقى في مكان يقويهم في جنب المستشفى، مع أن المستشفى فيها ضارات برضو بيودوهم مشكورين بالباصات، بس المريض عاوز حاجة جنب المستشفى لأن بيحصل مضاعفات من الجرعات، فلازم الطفل يبقى في متواجد في المستشفى. وإن شاء الله عندي شقة تانية برضو في الدور الأرضي هنا هعملها برضو على نفقتي أنا برضو، وهجيب فيها الناس وإن شاء الله ربنا يشفيهم لهم كلهم. وبالنسبة للدار برضو عاملها كصدقة جارية على روح والدتي وروح حماتي إن ربنا يرحمها، وكل اللي بيخش الدار أطفال أو كبار بيقروا لهم الفتحة، فدي كفاية أو ده رزق بتاع ربنا الحمد لله. وبناشد الناس اللي ربنا مقدرهم ان هم يعملوا الخير ويعملوا للاطفال المرضى. مريض السرطان عاوز حنيه، عاوز حنيه بالكلام، عاوز حنيه بالفعل، يعني ما تبخلوش على مريض السرطان لان ده يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. فبقول لهم يا جماعه اللي يقدر يعمل خير يعمله، لان ان شاء الله بامر الله اللي هتعمله النهارده بكرة هتلاقيه، وإن شاء الله بكرة أحلى من النهاردة إن شاء الله.